حيث قامت مديرية الثقافة بأسوان احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف. وقيمت الاحتفالية بالمسرح الصيفي بمدينة أسوان بمشاركة فرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة السباعية بيتفو. تفاصيل أوفى مع الزميل محمود حافظ. احتفالية وأمسية دينية اتسمت بالخشوع والإجلال الروحاني لذكرى المولد النبوي الشريف، حيث نظمت مديرية الثقافة بأسوان احتفالية بهذه المناسبة الطيبة، وذلك بالمسرح الصيفي. وخلال الاحتفالية أشار الحضور إلى أهم الدروس والعظات المستوحاة من هذه الذكرى العطرة، وأهمية الاقتداء بسنته الشريفة، وكيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم ترجمة وتطبيقا للقرآن الكريم. طبعا من هنا من قصر الثقافة محافظة أسوان يحتفل اليوم وفي هذه الليلة طبعا بميلاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء عظيم، الاحتفال بميلاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما كنا نحتفي ونحتفل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبميلاده العظيم الذي عم نورا وأشرقت الأرض بنور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا إذا ما كنا نحتفي ونحتفل بالنبي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخلق بأخلاقه الفاضلة، أخلاقه الكريمة التي ما إن تمسكنا بها وتأسينا بها كنا سعداء أعزاء في الدنيا وفي الآخرة، لأن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق فاضلة بل فاقت جميع الأخلاق كما وصفه الله عز وجل، وإنك لعلى خلق عظيم. أحمد الله العلي القدير على ما وفقنا وبمجيء هنا احتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالتوازي مع قصر ثقافتي التي لا تدخر وسعا في الاحتفاء في المناسبات الكريمة، خصوصا ميلاد الحبيب المصطفى الذي بعثه الله رحمة للعالمين تتمة لمكارم الأخلاق، إذ يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. برنامج الاحتفالية شمل تقديم فقرات للإنشاد والابتهال الديني في مدح الرسول الأكرم بمشاركة فرقة السباعية للإنشاد الديني والتراث الصوفي وبحضور جمع كبير من أهالي المحافظة. من بداية شهر ربيع الأول والقصر بيقوم بمشاركات مع طلاب المدارس ومع رواد قصر الثقافة بأنشطة متميزة، من بنعمل ورش فنية وبنشتغل عليها، وبنعمل أمسيات شعرية بمناسبة المولد النبوي، زائد طبعا الاحتفال، والفرقة دايما بتيجي بتعمل العروض في خصوصا في هذه الأيام، خصوصا في هذه في ايام المولد النبوي الشريف. في قصر الثقافه عندنا من امبارح عملنا، كان عندنا مسابقه جميله جدا بمناسبه المولد النبوي الشريف، كانت عن ان احنا نكتشف المواهب في الانشاد الديني بمناسبه طبعا المولد النبوي. احنا دايما في القصر بنكتشف المواهب الغنائيه والفنيه وكل ما يخص المواهب، ولكن في الذكرى العطره للسيد الخلق فاحنا بيبقى كل اهمنا ان احنا بنتكاتف على ان احنا نشتغل على المولد النبوي الشريف. محافظه اسوان بتشهد فعاليات الاحتفاليه الكبرى بمولد سيدنا برعاية وزارة الثقافة المصرية، وبالخصوص يعني فرع ثقافة أسوان وإقليم جنوب الصعيد الثقافي. إحنا بنمثل الإنشاد الديني يعني تابعين لقصر ثقافة مدينة السبعية، أنا مدرب إنشاد ديني وقائد المجموعة. جئنا نشارك في هذا الحفل الطيب بحضور يعني السادة علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وجمع كبير من المحبين، ليلة طيبة يعني، وإن شاء الله هنقدم فيها بعض المدائح المحمدية
في حب سيدنا رسول الله والقصائد التي هي من التراث الصوفي. وإن شاء الله نسأل الله أن يجمعنا دائما في ليالي الفرح والسرور بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يأتي ليذكرنا بالسنة والسيرة العطرة للرسول الكريم وما تنطوي عليه من قيم إنسانية واجتماعية وما تحمله من رسائل الخير والسلام لبشرية كافة. محمود عبد الحافظ لقناة طيبة.